لو كنت حضرت بداية الخلق الكبير نسأل وكأني لا ماشيين في طريق يمين وشمال وأشجار عالية أسوار صلبة محوطة الإجابات نمشي ندور عن حب جديد عن روح صافية صدق وعدل وقلب سعيد أنفاس حرة أضواء غمرة ومداين عمرة نسأل معرفش كنت حكون طاووس ولا يا ترى بقعة سواد على ظهر قط أو رمل في جبل عالي ومتساوي أو حبقة نقطة مية تسعة في قلب المحيط وشرب حبة ملح أو تسعة في قلب التراب وتربي قمح أو كنت طائر ولا إنسان ولا كوكب ولا نجم أصناف أحلام ملهاش نهايات نهايات وأنا نجم أنا نجم بس سارح في السحاب أنا ليل في ليل أنا ليل جبان في ليل عملاق ليل نفسه يكون ولا يسرق الفرح ولا دقة ساعة تسرقه ولا تسبقه الأفكار نمشي ونفسنا في النهاية لطريق صاعد نفسنا نعرف إيه بعد السماء نمشي ونفسنا في النهاية أنا إيه أنا لو سألوني والله ما أعرف أقول وأرد سؤالي يخوف مين أنت والرد خايف الرد عايش في سراب مجهول وخايف إلا إذا رديت بهزل حكون صريح حرد هزل وعيش هزيل بدور وسط مهزلة الوجود إلا نهائي حقول مين يعرفني ممكن يقول أنا مين ومين عرفه أقدر أقوله أنا مين حقول العيش عايش متغمس في القلق والقلب ضاجر من حبسته في الصدر بيدق ويسرع يهدي يعافر الجثمان وفي النهاية بيفطس الغلبان ينسى الصخب والدب ويتخنق احنا بنحكي ونبكي نمشي ونجري نسرح نقدر نغلط نعرف نحكي ونفضل نمشي ونغلط نسرح نقدر نغلط نعرف نجهل نغلط احنا بنحكي ونبكي نمشي ونجري نسرح نقدر نغلط نعرف نجهل نفضل أنا مش هقول وزيد وعيد لأن غيري قال وعاد وفي من غيري أعقل وفي من قولي جاد بس الكلام بيجيب كلام هرجع وأقول زي البداية لو كنت حاضر أول الخلق الإلهي على الأقل كنت هشوف شاهد معايا يقول ما شفتش خالق الكون المهيب يقول كان يوم رهيب في من نيران أسراب سيول نيران وبس طب يا ترى أنا كنت هناك بجد أو كنت حبة من النيران؟